صراحة كنت بغيت نهضر واحد الموضوع بما جات السيدة وهذا على داك الموضوع ديال داك اللي كاين في تيك توك ديال حيدر، ما هو لا جدع حيدر. المهم انا ما كنصرح في بالي ان هذاك بصراحه. المهم هذا الموضوع اعتجا وصافي. المهم بغيت نهضر عليه. انا بصراحه ما كانش في خباري ان داك الموضوع يعني داك شي حاجه محرمه ولا المهم والله ما عرفت. انا ما كنتش عارفه. انا راه عجبني وبارطاجيت والناس دعوا عليا في انتقادات، واش انت كافره، واش انت هادي، واش هادي، واش بصح زعما، واش بصح، واش انا حيت انا اصلا ما عنديش سي ديكسبيريونس على قبل تيك توك، ما كنفهمش فيه بزاف. ماشي من النوع اللي كيعرف بزاف على تيك توك، عندي بزاف زعما عندي واحد الباك جراوند على تيك توك وكيفاش كيتخدم وكيفاش هادي. واش بصح هاد القضيه ديال ان سميتو ان الى هذاك الحيدر ولا ماش كيقولوا لي، واش شي حاجه بصح اللي هي حرام؟ انا ما في خباريش صراحة، ما في خبارش، ما عارفاش أصلا شنو تعني. وصراحة الواحد اللي ما عارفش حاجة شنو كتعني، شنو كيديروا الناس اللي كيديروا هذاك سميتو بيكنيك، كيديروا البيكنيك هنا بزاف. أنا فين كنشوف؟ لا أنا مرايا، لا إيسي ولا شو ولا صراحة. ويا صراحة كيف ما قلت لكم، الواحد اللي ما كيعرفش شي موضوع ما يهدرش عليه، ما يحاول ما يهدرش عليه، ما يديروش، حيت راه سبحان الله راه شي حاجه تقدر تكون حرام. وحنا كبرنا يعني بنيه صافيه، ولا ان ما خديناش بزاف ليكسبيريونس، واش راه ما مزيانش؟ راه والله الا ما مزيانش. علاش الكاميرا ولات فلو؟ شي راه فهمتي خطر على صحه الانسان. المهم شي مكان هذا مكان اللي جاو بحالي ولي شاتم. ناس كيديرو سبور شتو؟ المهم هذا كان موضوع يعني تطرقت ليه وصافي ديال المهم بويسكو جالسه كنتسنى قلت نبارطاجي معكم هنا هذه الفكره. يعني واحد ما عارف شي حاجه ما يديرش داك التقليد الاعمى، تقدر تكون فيها عبده الشياطين، تقدر يكون فيها الله اعلم. سبحان الله العظيم هذه المراه فهم شي حوايج ما كنعرفوهمش حنا، ما كنعرفوش نقدروا شكون كنقلدوا هذا. مي سبحان الله يعني ما حد